وما تنزلوش على كذب ولا ماشي صدق، كينزلوا على صدق. مديتيني يد المساعده وديتيني للسجن عند زهير، وديك الساعه راد راني ما تنبكيش. وليداتي كي درتو كي بقيتو كي درتو مع الصحيحه، نهار جديد وفيديو جديد، وغادي نبداو معكم هذا الفيديو ان شاء الله. غنخلي حميده تعطيكم التحيه، وغنشارك معكم السيده اللي قلت لكم البارح ضروري غنوريها لكم ونشاركها معاكم. الله يخليكم معايا ونخلي حميده يصبح عليكم. بارك الله عليكم. تحيه كبيره للناس ديال المسلمين خارج المغرب وداخل المغرب، تابعونا على المرة الجديدة ديالنا، ادعوا لنا بالتيسير. يلا وليداتنا وليداتنا موفقين. يلا وليداتنا. تبارك الله على المتسبب في ديننا الاساس، وقد تابعونا ان شاء الله. غادي غادي انا وياها لعندك المرة الجديدة وغتابعونا عليها ان شاء الله، وتعطينا هي راهي هو الزوينة ولا ما زوينة. بقاو معنا العزاز الغاليين، الله يخليكم لينا، الله يطول لكم العمر، الله يجازيكم. حنا غاديين دابا، بقاو معنا ما مشيو حتى البلاصة، جلسوا وليداتي، الكلام اللي قلت لكم البارح هو اللي غيطبق. يلا عندك الدراري. تبارك الله عليكم اخوتي، وتحية ليكم ولسهال عليكم اخوتي العزيز. هانتوما وليداتي، السي حميد هو معاكم. تبارك الله على السي حميد. ولالا نعيمة هي معاكم. غنشريو لواحد الشهيوة واحد الشهيوة لأسامة، كادو من عند ولد مي نعيمة البدوية. كثر خيرك اخي سعيد. تحية لمولاي سعيد. اعطي شي تحية أسامة. من ناس الفرنسا. تحية لعمي سعيد. قول له الله يخلي لك وليداتك. الله يخلي لك وليداتك عمي سعيد. شكرا. ويعطيك صحيحة صحيحة جديدة. يعطيك شي صحيحة جديدة عمي سعيد. واحد الشهيوة من يد ولد أمي نعيمة البدوية، الله يخليكم ليا ويطول لكم العمر. صيفط واحد البركة للمياء للمدرسة، وصيفط بركة لأسامة قال لي شري له بها سبرديلة. وانا على الرسول الى البلاء، والله يخليكم لينا ويجعلها له في ميزان حسناته، وبقاو معنا ما تمشيو فينا العزاز الغالي. هاك
هذاك اللون. تبارك الله عليكم اخوتي، ها انتم القطمه راه عنده هذه، هذه هي زرقاء، ولكن الزرق هو مفروق على هذيك عندها الاورنج. لاكوست لاكوست، ها انتم راه شغن نقول لكم، نضل السي سعيد. انا صاوب انا صاوب. تحيه لكازاوا. تحيه تحيه لمكتب سعيد. تحيه لعمي سعيد. شكرا لك سعيد. الله يخلي لك وليداتك. راه ما شراش البرديله، راه قال لك خصو قيطمه اخرى بحال هادي باش يلقى فاش يبدل ويراجل. المهم ها القيطمه كي جات اسامه. هانتوما خوتي، هادي خوتي راها ب 26000 ريال وغير الوقت ميته، وما راه كدير كثار، راه 30000 البوم. يا كي جات؟ يا خويا صحتكم ميته. الله يرضي عليك. لا لا صحتك وراحتك. ايوا جينا على السبرديله ولات لنا بشكل اخر، راه الزرق بحال الحال. تحيه للخصيم راه دار معنا سويت. تحيه لوليدي راه هذا غنبقى نجي عنده ديما، عقلوا ولاد مولاد الحويس راه بعقلو وليد وايد بالله يحفظهم. ها انتم اخوتي راه هذه مفروقه بالزرق على هذا الاوروج هذا. هذه ديالو قديمه. هذه راني عاد شريتها له، غير هذه ما كملش 4 ايام ولا 5 ايام. المهم بقاو معنا ما تمشيو فينا العزاز، الله يخليكم لينا. تحيه لولدي سعيد. ولدي سعيد في الغربة كنحييك. فرحتي أسامة، الله يفرح قلبك، عقبال إن شاء الله نفرحوه بشي سبرديلة، والهلا يحفظكم أخوتي وبقاو معانا. بالصحة سي أسامة بالصحة. يعطيك الصحة. هاي هاي هاي. يخلي لك وليداتك أختي. الزاز يا خويا، آمين أخويا. تبارك الله عليكم أخوتي وتحية ليكم. ولي سهل على اي واحد. الصحة والراحة، لاباس تعاون ان شاء الله. راه زوينه بالصحه والراحه وخصك يعطيك الصحه ولي يخليك صحه الله يطول عمرك. شكرا سعيد. وتحيه لسعيد. تحيه لعمي سعيد. شكرا عمي سعيد. سعيد ولد امي نعيمه بالغربه. ولد امي نعيمه بالغربه. وتحيه لك كبيره، والله يخليك لينا طول الابد، ويسخر لك ربي في وليداتك. امين. ويسخر لك ربي في ديك بنت الناس، والله يطول لك ربي في العمر، ويخليك لينا تاج فوق راسنا الى الابد. يلا. هانتوما وليداتي درت هنا الدجاج، هانتوما درت هنا وليداتي الدجاج غالي العزاز عليا. هذا الحوت اخوتي، هذا الحوت اخوتي الشرن، الشرن والسردي. هانتوما اخوتي، هذا المنداري. يلا وليداتي غندوزو نديو الخبز وهانتوما معانا. ها هي جابت لنا الإقامة. يلا بقاو معانا العزاز. داك الشعيل داخل باقي سيري جيب واحد مخبز حدايا بواتفاس، واحد مخبز اخوتي تاكلو خبزها بلا دواز. ها انتم اخوتي المخبزه اللي حدايا بواتفاس، ها انتم اخوتي. شوفوا وليداتي على المخبز، ميز عندهم هنا في المخبزه غايه. تعجبني انا غير خبز بواتفاس، الله يقوي عليهم. شحال شي مخبز تبارك الله عليكم وليداتي، كي درتو كي بقيتو كي درتو مع الصحيحه. اليوم جيت نشارك معكم هذا الفيديو مع الناس العزاز، الناس الناس العزاز وعزاز على قلبي بزاف، الله يخليهم ليا ويطول لهم سيدي ربي العمر. كيما شفتوا اليوم درت معكم هاد الدويره دريوة درت معكم هاد الدريوة. جيت نقول لكم دويره وتكم دريوة.
هي هذيك بحال بحال كي دراي واكي دويره. يخليكم لي درت معكم هاد الدويره وجابتني عندكم واحد الفرحه. عطيني ديك الورقه ديالك البيضاء. جابتني عندكم واحد الفرحه اللي بغيت نشاركها مع الخوت العزاز. العزاز على قلبي. كما كتشوفوا هذا هو البيرمي الابيض اللي شد حميد راجلي، ما بغيش نبينو لكم من الداخل، فيه التصويره وفيه المعلومات الخاصه. هذا البيرمي البيض اخوتي، اللي هذا البيرمي شحال قاسيت عليه وشحال ضربت عليه التماره، والمهم ما توفقناش فيه. راه خمسه المرات ديال التدويزه ماشي سهله، وحتى قطعت ياسي وقلت وما استسلمش، ما استسلمش حميد، واخا قلت له ما غتجيبوش وعيت ما ندوز ونعاود 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 وما كينجحش فيه، وكنت كنسمعها في قلبي وما كنشاركهاش مع المتتبع ديالي، ما كنتش كنشارك هادشي مع المتتبع، ولاني دابا غادي نشارك معكم هاد الفيديو. النهار اللي تقهرت وقلت له ما غتنجحش فيه حيت هو تيدوز ويعاود 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 وما تمش النجاح ديال المهم القرايه ما معاوناش، هو كان تيسقط غير في السؤالات، السؤالات مسكين كان تيسقط حتى الاخر وحده وتيسقط، تيقول لنا سقطت. وطلقوا عليا الخبار بالله. انا دبست مع حميد، هل اللي تيقول تزوج عليها، هل اللي تيقول جرات عليه ما بقاش معاها، هل اللي تيقول ما كيبانش معاها في الفيديو. حميد ما كيبانش معايا حيت كيمشي يحفظ، والبلاصه ديال الحفاظه بعيده عليا، كنبدل الاتجاه فين كان كيدوز. في الاول كان تيدوز قريب ليه، وفي التالي ملي ما سقط وسقط وسقط ولا بدا كنحيي الناس اللي تعاملوا معاه وعطاوه لقانه تشدو ليه الحمد والشكر، وكنحيي داك السيد كي سميتو الحاج حافظ، كنحيي الحاج حافظ اللي قال له ما تقطعش ياسك، ومرته الحاجه، ومرته الحاجه والحاج حافظ وولدو طه، وولدو طه اللي بقاو معاه، والسي الحسن اللي بقاو معاه، بقاو معاه بقاو معاه بقاو معاه حتى ربي الحبيب جاب ساعة الفرج، والسي حميد. دابا هي هذيك وليداتي كما تنقول لكم، راه جاب البيرمي ديالو على دراعه، واخا ما توفقش خمسة المرات ما استسلمش، ودابا حميد شد البيرمي، شدو نهار الجمعة غير البيرمي البيض على ما يعطيوه ديالو إن شاء الله، ودار بيا هاد الدويرة حيت كان لخطاني زهير ما ركبتها مع واحد وما مشيت حتى لشي بلاصة. وغادي نشكر حميد ألف شكر اللي نجح في البيرمي، اللي ما استسلمش حيت أنا قلت له صافي غتوقف ما تبقاش تدوز، خديت الأمور بجدية وقلت له صافي ما كسبناش هاد البيرمي يكون عندنا في الدار، نبقاو نشوفوا اللي يدينا وها زهير معانا، وهو بقى زعما تيقول لي زهير حنا ما غنبدلوش، ولأني بغى البيرمي حتى هو ينديه وبغى يسوق، لا ما كان زهير يديني هو، وبزاف د الحوايج، حنا ماشي شدينا البيرمي زهير غنتخلاو عليه، لا. زهير غيبقى معايا طول عمري. زهير هو كلشي. والطونوبيل زهير. راه الطونوبيل زهير حنا غير خدامه معاه. صافي. حق السين حزم كنقولها لكم من اعمق قلبي. الطونوبيل زهير غتبقى على اسم زهير وفي امانه زهير، تبقى بسويرته مخزونه نهار اللي يخرج. وهذا الطونوبيل كيشدها عليا الله. شحال من واحد قال لي بيعيها. حيت انا هزها بالكريدي، واخا نبيعها ما تنفعش بفلوسها. حيت الطونوبيل مخرجها كريدي ودايره معكم فيديو على الكريدي، والعلاوي راجل صفاء تبقى له امانه وتقيد في رقبته، هو اللي تكلف لي بها باش خديتها كريدي، حيت واخا نمشي نبيعها ما تباعليش ماشي ديالي، واخا نمشي نبيعها ونفك بها مشاكلي ما تباعليش، حيت انا عاطيه فيها غير 6 مليون تصبيق، ما الطونوبيل مازال ماشي في صلبي، الا ما خلصتش غير شهر يجيو يديوها. المهم بلا ما نطول في هذا الموضوع، انا شاركه معاكم سنعطيكم تحية وتقدير، وغنشكر الناس اللي ما تخلاوش عليا، ولو حميد شد البيرمي تنعطي تحية. دابا راه تبارك الله البيرمي ديالنا هو عندنا في دارنا، وما غنقولوش ما غنحتاجو حتى واحد، لا اليد اللي كتمد لنا ما تنعضوهاش. ما ننساش خير حميد اشهبار اللي وصلني شحال من مرة وكان تيقول لي ما نكونش غير خدام وفيما بغيتي نديك، وما ننساش خير تجديب مسكين بالتريبورتو شحال ساعدني من مره، ومراد ومراد الوانكم تحيه لي، تنعطيك تحيه وتقدير، وماشي شدينا البيرمي
مراد غيتنسى. حرام. راه مراد ما يتنساش وعمره ما يتنسى. مراد ما كانت في قلبي كبيره، حيت النهار اللي طحت وليداتي في السجن داني شحال من مره، وكان تيجي ازرني من 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 القنيطره، كان تيجي من القنيطره باش يسوق بيا. سمع اخوتي، حيت ما كاينش اللي يسوق بيا، تيجي من القنيطره باش يواسيني، وشحال من مره سافر بيا، وشحال من مره خرجني، حيت ما عنديش البيرمي، كان تيدنا من بطوله. تنعطي تحيه لمراد، وتنقول لك مراد الوانكم، كنقول له الوانكم باش تعرفوه كسر، حيت مرادات بزاف. تنقول لك راني ما عمرني نسى خيرك، ولو جاو هاد البيرمي هذا جا، شحال من مره نقدتيني وسقتي بيا، وكنتي سند رسمي، وديتيني للسجن، وديتيني للحيينه، وديتيني للغفساي، وكنتي عليا ولدي، وكنتي عزيز وغالي على قلبي، ومازال الا جيتي عندي غادي تركب حدايا وانت اللي تنده بيا، ولو شدينا البيرمي ديالنا. ما عمرني ننسى الجلسه معاك، وما عمرني ننسى اليد اللي مديتي لي. وانا مراد فاش كنتفكر اليد اللي مديتي لي كتجيني البكيه، وباش تبكي راه صعيبه بزاف، باش يسيلوا دموعك وينزلوا، ما يمكنناش غير نجلسوا، ما عندناش وقت البكيه ونبكيو، راه هادي ما كايناش عند شي مسلم ولا عند شي مغربي. ولاني فاش كنتفكر الوقت اللي جيتي من القنيطره باش تنده بيا، تينزلوا دموعي، وما تينزلوش على كذب ولا ماشي صدق، كينزلوا على صدق. مديتي لي يد المساعده، وديتيني للسجن عند زهير، وديك الساعه حميد ما وانت مراد راني ما تنبكيش. الله يكبر بك مراد، ويطول لك في العمر، ويسخر لك في بنياتك وفي عائلتك كلها، على المعاملة ديالك الزينة، وعلى المصداقية ديالك والمعقول ديالك. الله يكبر بك سي مراد، ويخليك لينا طول الأبد باليوتيوب ولا بلا يوتيوب. عمرنا مراد ما نسى اليد اللي تمدت لي، حيت كنتي كتجيب من القنيطرة باش تبات في الوطيلات، وتبات خاسر الفلوس، باش الصباح كتديني للمحكمة، مقطع بيا حبل ما كنلقاش اللي يديني. وحتى صفاء بنت نعيمة البدوية، تحية ليها، حتى هي ساقت بيا، وتا هي ساندتني وسمحت في ولادها، وكانت كتجي الصباح بكري وطلعتني للسجن. تخنقت اخوتي، ما ننساش الناس اللي ندوا بيا واللي ساقوا بيا، وكانت عندي امان ما غنشدوش البيرمي، ولاني ربي كبير ورحمته واسعة وكثيرة. انا حميد مني شد البيرمي عندي واحد الفرحة كبيرة، وكنت حالفة بيماني الى شد البيرمي ندير له الدخلة بالغياطة، حيت ما قاريش ونجح فيه، ولا يمكنني ما نقدش ندير الغياطة على زهير ومنعيم ومريم في السجن، ما قديتش ندير الغياطة وهما في السجن. ان شاء الله كانت مريم كتقول لابا الا شديتي البيرمي الحفلة ديالك انا اللي غنديرها لك، وشد البيرمي وهي في السجن، وقلنا لها راه كيحفظ، ولاني النجاح مازال ما عندهاش بوها نجح، راه فرحتها في الدنيا قداش. وتنقول لك صفاء بنت نعيمة البدوية، وولدي مراد الوانكم، وتجتيب وولدي حميد اشهبار، شحال مرة ساعدتيني وستيني، كلكم درسوا معايا زوين. والدرك كان كله على مراد، حيت كان مراد، علاش كنقول الدرك عليه؟ البعد، حيت البعد، وكان كيدي بلاصة بواحد فلوس باش انا يديني، علاش ما كاينش البيرمي؟ والبيرمي ابسط ما يكون عند المغاربة كاملين، وحنا ما توفقناش فيه. دابا راني فرحانة، وهاد الدموع ديال الفرحة وديال الناس اللي كانوا كيمدوا ليدهم. انا جيتكم كنبكي على خوتي المغاربة اللي عطاوني يدهم، ومراد صبر معايا بزاف، قسما بالله لا تخنقت، لا تسمحوا لي الدنيا لا اخيره. كان تيديني في لابيس الطوموبيل ديالو، كيديني في لابيس، كان دار لك سيدون، كان غادي العين سيخ ودار لك سيدون، والطوموبيل ولات تعاودت من جديد، وخسر عليها فلوس كبيره، وشدت له وقته، عطيته انا طوموبيلتي، ولاني قصيده ما كتعوضها حتى شي حاجه. وتنشكرك مراد، ولو حميد شد البيرمي مازال غنركب حداك وتنده بيا، وغير ما بغيتيش انت، اما انا ما كنتبدلش في المعدن ديالي، وهذا الشيء هو اللي فيا زوين، اللي ما كنرفضش اليد اللي تعضت لي، عمرني ما كننسى، وما كنبدلش بنادم شي حاجه،
هذا طبع فيا زوين كنحمد عليه الله ونشكره، كنطلب الله الطبع ديالي يكون تفوني داسي اللي كيعطينا يد الخير عمرنا ما نعدوها له، عمرنا ما يسير، عمرنا ما نساو له خيره. وانت مراد الوانكم من الناس اللي باتوا في الطيلات بالفلوس باش ينده بيا الصباح، ما نسيتلكش خيرك، تنشكرك من هذا المنبر. ولو حميد عنده البيرميل جيتي نهار المحكمة تديني انت، وسمح لي مراد كل من عدب عذبتك ولا ضربتي معايا تمانة، كنطلب منك المسامحة وتنطلبها من مرتك ومن وليداتك. وهذا الدموع جاوني اخوتي نزلوا عليا من عند الله، راني فرحة وقرحة، فرحة وقرحة. والمرأة اللي قلت لكم اخوتي امين، المرأة اللي قلت لكم اخوتي غادي يديها حميد، كنقول في بالي عمر حميد ما يديرها، وشحال ديال المتتبعين كتبوا لي كتبوا لي عمر حميد يديرها، وبصح كنتوا عند حسن الظن ديالو. المرأة ديال حميد هي الطونوبيل، مرتي هي الطونوبيل، هي الطونوبيل هذه هي المرة الثانية، وقلت لكم باقا شابة وصغيرة، هي مازال جديدة. وهذا هو الزواج حميد اليوم، راه عاد تزوج بالمرة الثانية، شاركتوا مع المتتبعين وشارك معاكم هذا الشيء مع المتتبعين، والله يخليكم ليا ويطول لكم العمر يا العزاز الغانيين يا المتتبعين زوينين، والهلا يخطيكم. وهذا الفيديو ديالي معاكم وباقي لي معاكم. وانا هذا الكلام اللي اللي طالبين عليا تيقول لك غنتزوج عليك وغنجيب عليك مرة أخرى، عليك الامان والسلام، انا بنت الناس وتنواعدك، انا كنهضر معك ماشي بالضحك هذا، فرحت انا تنواعدك حتى نتبع امي للقبر، تلاقينا على الصدق نبقاو على الصدق حتى اخر نهار بحياتنا، سمعتيني، وناعمه اليوم وناعمه غدا حتى نمشي انا وياك للقبر. حقايا شنتي قالوا اللي ما عرفك خسرك، بركتك عظيمه وانت غير بنت باب الله، سمعتيني، والله يجعل ربي يشافيك ويعافيك ويجبر لك صحتك ويطلق لنا ولادنا على خير وبخير نهار الجمعة. امين. نهار الاثنين إلا عندنا شي طلبة. امين. لو ضربي لي شي تعنيقة. لا أنت. لا ضربي لي شي تعنيقة. وهذه هي المرأة حميدة خوتي، هي طوينيبيل. وتانا ما ندوش راجلي باش عط الله ولا لا يخطيكم، الله يطول لكم العمر. وهذا هو الفيديو ديالنا كان معاكم، وخليونا تعاليق زوينه، وحنا بكم زايد القدام الاعزاز الغاليين.